بالنسبة لله. السلام عليكم. السلام عليكم. كم المهندس احنا شايفين كم ال... والله اه مش اه عارف، والله مش عارف بصراحة شو اللي صار. أنا مشير سكرين الحين، اه نعم نعم شايفين الديسكتوب. عجيب لأنه طلع لي إنه سايند أوت. نعم صحيح، هذا الحساب اللي أنا كنت فايت منه. والله أنا فكرت حالي أتكلم في الفاضي من الصباح. لا لا حول معك ولا قوة. معك معك مهندس. طيب نظن خلاص يعني باشمهندس، احنا تكلمنا اليوم على الاورجنايزر، تمام؟ اذا عندكم اي اسئله الحين مرحبا، يعني لانه المره الجايه ان شاء الله راح نتكلم على الداتا تيبل اند البروبرتيز، وراح تفيدنا هذه كثير في موضوع الكلاسيفيكيشن للموديل اللي بيستعمل ترينبل كونكت. اذا في اي سؤال انا حاضر، تامروني امر، بس مانيش شايف مانيش شايف يعني الاسئله. او انت شايفني الشيخ مش من صح؟ آه شايفني صح؟ نعم نعم صحيح صحيح. ايه إذا في أي سؤال في الشات أنا ممكن أقرأ لك إياه. نعم تفضل، انا جاهز. نعم أنا في سؤال بالنسبة يعني هسه الموديل الاي اف سي أحسن ما ندخله ار في تي ريفيت على الـ على الـ على الكلاود، أحسن التعامل معه أفضل صحيح؟ نعم نعم بشكل عام اخف 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 يعني نعم الاي سي اخف. انتم شايفيني صح؟ شايفني مش مهندس؟ أنا شايفني شايف صح؟ اوكي. الديسكتوب. ديسكتوب نعم صحيح لا انت صورتي انا شايفني ولا لا؟ صحيح ظاهرك. شايفني فيس تو فيس ولا سايد؟ كيف شايفني؟ سايد سايد سايد. طيب في كتاب مش عارف اذا الشباب شايفينه وكذا، هذا الكتاب اسمه The Beam Manager. It's a practical guide for Beam Project Management. هذا الكتاب جميل جدا على فكرة، سعره تقريبا 50 60 دولار، تطلبوها على الزوم بيعطوكم معاه زي الكوبون انكم تقدروا تحملوا حتى الالكترونيك فيرجن زي ما شايفين. اوكي، هذا الكتاب صراحة كتاب رائع، فيه الكثير من الكيس ستاديز، وراح يحكي لكم بالتفصيل على موضوع الاي اف سي، بدليل انه من البيلدينج سمارت جيرماني. شايفين بيلدينج سمارت جيرماني. انا انصحكم تشتروا هذا الكتاب لانكم حتستفيدوا منه كثير. فيه طرق رائعه جدا لموضوع جسمه البيم امبلمنتيشن، سواء كنت كونسلتنت، سواء كنت كونتراكتور، سواء كنت اونر. راح يعلمك كيف تعمل اي اف سي كلاسيفيكيشن، راح يعلمك شو الفرق ما بين ان اي اف سي موديل اور نيتيف موديل، سواء كان ريفيت، اركيكا، تيكلا، اتسترا. فيه واحد سكيماز يعني جميله جدا لتشرح لك موضوع البيم امبلمنتيشن والانفورميشن اكستشينج زي ما شايفين. انا انصحكم تشتروا هذا الكتاب اذا حصلتوا فرصه. تمام مش مهندس؟ مهندس عمر تمام؟ في سؤال ثاني؟ مهندس عمر مهندس عمر مهندس عمر تفضل مهندس. سامعني؟ نعم سامع. نعم، إذا في سؤال ثاني تفضل يعني. أنا طلع عندي هذا شو اسمه؟ مهندس عمر؟ معك معك مهندس معك. نعم، في سؤال ثاني؟ إذا في أي حدا عنده أي سؤال ممكن. الشات فاضي، الشات ما في أي سؤال. نعم. أو إذا حب واحد يفتح المايك يعني عادي زي ما تحبوا يعني. يبدو أنه ما في أسئلة مهندس. ألو سامعني؟ الله يعطيكم سامعك الصحة والعافية. سامعك. يبدو أنه ما في أسئلة مهندس. نعم تمام إن شاء الله، إن شاء الله خير. جزاك الله خير باش مهندس. وجزاك يا أخوي العزيز، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع الجاي، إن شاء الله تكونوا
في ممكن حدا اسم بسأل، الكتاب، في حدا بس اسم الكتاب؟ نعم ممكن اسم الكتاب تاني. اوكي دقيقة بس حكتب لك اياه. ممكن تكتبه بالشات مهندس. شوف حرسلكم اياه على الشات الحين صورته، يعني انا مصر عليكم انكم تشتروا الكتاب. شوفوا معي الصورة في الشات بس. صورة. صورة اللي عندكم وصلت على الشات، صورة صورة الكتاب مفروض وصلت عندكم. وصلت مهندس. نعم نعم، اشتروا الكتاب، هذا مهم جدا بصراحة. نعم، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي. ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. نفس الميعاد ان شاء الله، يعني ممكن الاسبوع الجاي هي اخر محاضره، تمام، نتكلم بس على موضوع الكلاش ديتكشن والديتا تيبل، ونحكي على موضوع الكلاود، بوينت كلاود اللي موجود في تريمبل، وخلاص. يعني هل في ناس دخلت على الرابط اللي بعتهم مشان الشهادات او لا؟ شيرتوا الرابط بتاع المحاضرات مشان الناس تحضر تاخذ الشهادات او لا؟ شيرنا احنا من المرة اللي فاتت. نعم صحيح. نعم، لأنه راح تقريبا نجرب نبعثه في يا نهاية ريت، الكورس. يس نعم يا ريت، لأنه في 5 أسئلة على فكرة التست، أسئلة بسيطة جدا يعني، ما فيها ولا تعقيد يعني، وراح تستفيد إن شاء الله من الموضوع يعني، راح تمام. ان شاء الله نهاية الكورس افضل يعني ممكن يكون، نعم، وان تمام شاء مهندسين، الله إن شاء الله نشوفك في كورسات قادمة إن شاء الله. ان شاء الله في برنامج يعني ان شاء الله مكثف، للاسف الوقت شويه يعني حاصرنا، بس في ان شاء الله كورسات خاصه بمكلاب، كورسات خاصه ب بريكس ابلكيشن، في كورسات خاصه بتطبيق ممكن سامعين فيه اللي هو اسمه ديروفيوس، تطبيق رائع بصراحه يعني، داتا مانجمنت. لانه بصراحه انا تركيزي اكثر مش على البرامج اللي هي تخص المودلينج، المودلينج سهل يعني، مثلا اذا حاب تتعلم ريفيت خير الله موجودة الكورسات في اليوتيوب، صح ولا لا؟ بس البيم على حسب ماي فيجن يعني، البيم هو الداتا مانجمنت وبروسيس اكثر منه يعني، جزء بسيط فقط من انه يكون موديلنج فقط، عرفت ولا لا؟ لانه اذا عرفت كيف تتحكم في الانفورميشن اكسشينج، وكيف تعرف تتحكم يكون الموديل تاعك معباي بالمعلومات اللازمة فقط مش الزايدة يعني، سواء كان في ال LOD او اللي هي level of information need، انا اقول لك يعني نقدر نوصل levels بعيده كثير في موضوع ال building information modeling. تمام، ان شاء الله الله يوفقنا واياكم يعني ان شاء الله، ونوصل الاشياء هذه مع بعض ان شاء الله. تمام، إن شاء الله ما شاء الله، حياكم الله وجزاك، اشوفكم على جزاك خير الله ان شاء خير. الله. شكرا، حياكم السلام الله، عليكم. سلام الله، السلام عليكم. سلام الله.